أنت ما كنت يوم اكتشف الإنسان النار زمان، ولا يوم اتدفى بفرو الحيوان واخترع دراجة تنقله لكل مكان. أنت ما كنت يوم الحساب غير كل المعادلات، يوم بنوا الأهرامات ورسموا الموناليزا أشهر اللوحات. أنت ما كنت أول مرة كتبوا على الورق ومثلوا على أول مسرح، يوم طلعوا بنظرية الجاذبية وفكرة الطيران صارت حقيقية. أنت ما كنت يوم ألفوا الموسيقى الكلاسيكية، يوم الوقت صار أرقام والروك اشتهر في كل مكان. بس هذه المرة تقدر تكون أول من يشوف ابتكارات سابقة للعصر وعروض ما يتصورها عقل. تقدر تشهد على أروع الأفكار بالفن، الأزياء، العلوم والموسيقى. هذه المرة ما بيفوتك 6 شهور من الاحتفال بإبداع العقول البشرية، كلها في مكان واحد بتجتمع، وبالمستقبل بتحتفل في الحدث الأروع في العالم. حلقاتنا الأسبوعية كفاءات من دولة الإمارات، وكما عودناكم كل أسبوع أن نستضيف ضيفا مميزا، ومن زاوية رجال الأعمال رحبوا معي بالسيد غازي إرشيد صاحب محلات الإيمان للمفروشات، إحدى الكفاءات السورية في الإمارات خصوصا في الشارقة. بداية أسعد الله أوقاتك أستاذ. هلا أخوي حياك الله. لو نبتعد قليلا عن الألقاب ونعرف السادة المشاهدين بحضرتك ومن هو السيد غازي. أنا اسمي غازي رشيد من سوريا، وعمري 27 سنة، وموجود من الإمارات من عام 2013. جميل جدا، احنا تشرفنا فيك كونك أحد الكفاءات السورية الموجودة في الإمارات. لو تكلم وتخبر السادة المشاهدين بداية، كيف كانت بدايتك داخل دولة الإمارات؟ بدايتي داخل الإمارات طبعا كنت بشغل بشركة موظف. جميل. تمام. جميل. بعدين بعد الموظف صرت بسلسمان، بعدين صرت مندوب، بعدين بعد الكفاءات درجة درجة، بعدين صرت مسؤول قسم بأحد الشركة، بأحد مولات الشركة، بعدين صرت مدير قسم، بعدين بالترتيب حتى الحمد لله صرت صاحب، يعني صاحب اسم محل، يعني صار يعني فتحت رخصة وسميت الإيمان، والحمد لله يعني كان أحد الكفاءات دعم من الشركة حتى أقدر أوصل للمحل، او حتى يصير عندي شركه، او حتى يصير عندي اي قبول. جميل جدا، جميل جدا. طبعا لولا الشركه ما لمست عندك الشخصيه القياديه وما لمست عندك الكفاءه، ما كنت اليوم احد التجار المعروفين طبعا لدى الشركه ولدى الشارقه بشكل عام. جميل جدا. لو نخبر السادة المشاهدين بشكل أوسع، خلينا نقول عن الخدمات اللي أنت بتقدمها عشان نسلط البزنس، نسلط الضوء على البزنس أكثر. طبعا أخوي الخدمات هي عبارة عن مثلا كفاءة الزباين، الحمد لله عندنا كاستمر، عندنا زباين. نعم. وعندنا يعني رضا، أهم شيء عندنا رضا للزبون. عندنا قطع حلوة، لو ما بشوفوا القطع عندنا موجودة ما عم برجعوا عندنا الزباين. الحمد لله هي طبعا الإمارات وبشكل عام الشارقة هم اللي دعمونا بالاستمرار. نعم. بالشغل أو الاستمرار بالمحل. جميل. كيف؟ جميل. كيف وجدت الاستثمار داخل دولة الإمارات وكيف وجدت التجارة بشكل عام؟ الإمارات سبحان الله بلد حلو، بلد متساهل بالمعاملات، بفحد يفتح شغل يفتح رخصة، في تساهل وفي دعم من الدولة، يعني أنت افتح شغل ومشي بش، فهمت علي كيف؟ وطبعا يكون عندك براند حلو وقطع حلوة. جميل. هي شعب الإمارات هي عم بدعمك بالشغل. جميل جدا. لو تخبرنا أكثر عن البراندات الموجودة داخل المحل. براندات عندنا كذا براند، مثل شركة
فينوس. جميل. هاي احد البراندات بالشركه. جميل. عندك شركه كالفو. في شركه فيتشر يعني هي المعروفه اكثر شيء، هي اقدم براند اشتغلنا عليه في الامارات هي شركه فيتشر. طبعا معروفين احنا بالقطن، قطن 100% وقطن الساتان والشغل العرايسي ومعرايسي والتطريز. ما شاء الله. هي. كم عمر المحل تقريبا؟ هو عمر المحل ما يقارب بال 2013. طبعا خليني اعطيك شغله. نعم. كان المحل بالألف ورخصة المحل تبدا من 1996. ما شاء الله. تمام. المحل كان احد الموظفين غير الكفاءة. تمام. نعم. كان المحل يعني شوي شوي ماشي عم بيطلع الحمد لله، بس يجينا كبصمة سورية عارفين شو نحط بالبضاعة وعم نعطي الزبون طلب. الزبون يعني بيجيك الزبون يعني مثلا بيجيك الزبون عارفين شو بده قبل ما يتكلم. يا سلام. قطعة حلوة، خامة حلوة، كفالة. والزبون مثلا أخذ قطعة ما مدها عبيته، أخذها عبيته ما عجبته فيه مبدله إياها. يا سلام. تمام. يعني اليوم أنتم موفرين الخدمات بشكل كامل من الجودة إلى حسن المعاملة مع طبعاً الزبون. لو تكلمنا أكثر عن الأسعار الموجودة داخل المحل. أخوي الأسعار طبعاً هي هو القطعة. تمام. في قطع عندي مثلاً بسعر كذا لأن فيه تكلفة كذا فيها كذا. يا سلام. وفي قطع اللي هي إحنا بنسهل مع الزبون. نعم. يعني مش عم نبالغ بأسعار، مش عم نحط أسعار صعبة. جميل جداً. يعني بحيث إنه قطعة شو بتسوى. نعم. إيه. نعم. جميل جداً. اهلا بكم في محل ايمان، مكان الروله سوق القديم خلف شارع البنوك. يتوفر لدينا ثلاث مقاسات، ولا هي سنجل، الكوين، الدبل، عباره عن شخص شخصين. يتوفر لدينا اطفال، رسومات 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 متوسعه، رسومات كافيه، كميه الحمد لله واسعه. في عندنا طبعا عباره عن قطن، وفي عندنا فرو مخمل. تمام. اقدم لكم اول الخامه هي الممتازه اللي هي الفندقي، عباره عن اربع قطع. تمام. كفرين مخدة زائد شرشة بلاستيك مطاط زائد غطاء اللحاف. تمام. متوفر كمان اللي هي الرسومات، جميع الرسومات متوفرة للأطفال. تفضل أخوي. متوفر كمان لدينا الحمد لله رب العالمين اللي هي عبارة على الصوبين، تيجي هون صوب سادة وصوب مسجر. الحمد لله أخوي شركة الإيمان الحمد لله خامات طبعا قطن 100%. متوفر لدينا جميع الألوان، كمية متوفرة. تمام. تفضل اخوي. هذا كله سنجل عباره عن شخص واحد. تمام. ايضا يوفر لدينا مخدات، توفر لدينا تلبيس، توفر لدينا ميموري فوم، حشوات، فوط موجود. الحمد لله الجوده عاليه، كسبنا ثقه العالم، كسبنا ثقه الزبون. تمام. هذا كله ياتو شخص واحد. في عندك التركي وفي عندك الاسباني. هذا التركي وهذا هذا الاسباني. هذا الاسباني ميد ان اسبانيا. اهم شيء الحمد لله، اهم شيء نكسب صدق الزبون. فهمت علي شلون اخوي؟ طبعا هذا كله شخص واحد. منطقه الجهه الثانيه ولا هي الشخصين، موجود فرو مخمل قطن، ست قطع، اربع قطع، ست قطع، ثمان قطع. الحمد لله خامه عاليه، خامة كثير كويسة، قطن 100%، بوليستر ما فيه. معاملتنا مع الزبون بوليستر، قطن الحمد لله. القطع اللي بتاخذها من عند الإيمان عليها كفالة. الزبون بفوتنا عندنا الحمد لله بننصحه، مو هم نبيعه، المهم انه ننصحه ونعطيه القطعة اللي هو يرتاح فيها بالنوم، يرتاح فيها بالبيت. طبعا القطع الموجودة في منها المغسلة من غسالة بالبيت، في منها المغسلة على البخار. فهمت علي شلون؟ والحمد لله قلت لك جميع الكميات موجودة. تمام؟ الحمد لله كميات كثير متوفرة.
انه رخصة المحل تقريبا صار لها اكثر من 24 سنة. مزبوط. موجودين انتم في المحل تقريبا اكثر من 7 سنوات. صحيح. في خلينا نتكلم اكثر عن التميز. لولا ما تميزتم في هذه السنوات كان تركتم المجال، لانك بتعرف انه التميز داخل دولة الامارات سوق المنافسة فيها شديد جدا. صحيح. فما الذي ميزكم في ظل هذه المنافسة؟ شوف، اول شغلة ميزنا عندنا ذوق الحمد لله مش موجود برا. نعم. بعض الشركات. نعم. عندنا قطعة مكفولة، يعني بيجي عندنا زبون مثلا الزبون بيخذ قطعة، عم نقول له هاي القطعة سعرها كذا وخامتها كذا وراح تخرب معك او تنتزع بعد كذا. نعم. فاهم عليك؟ بكون سعرها ضئيل، يعني واضحين طبعا. نعم. نعم. ومنقول للزبون هاي تاخذها اغسلها 100 غسلة واذا خربت رجعها للمحل. يا سلام، بكفالة. بكفالة طبعا. نعم. هذا اللي ميزنا، انه موجود التجاري وموجود الاورجينال طبعا، لكن كله باسعار وواضحين مع الزبائن. طبعا واضح. اهم شيء اول شيء ميزنا اول شغله الصدق مع الزبون. أمين. امانه مع الزبون. نعم. الزبون وثق فينا، وهو دعم الزبون. صحيح. او الكاستمر اللي بالامارات او شعب الامارات. صحيح. وخاصه الشارقه مثلا. صحيح. يعني بيجيك الزبون ما بيعرف بالقطع بعض الزبائن. احنا عم نقول له قطعه كذا سعرها كذا. فاهم عليك؟ فاحنا عم ننصح الزبون قبل ما نبيعه. نعم. وما يهم نبيع الزبون اول شيء، بحب نكسب الزبون. جميل جدا. وهي بتعرف شغله المفروشات بشكل عام هي طبعا راحه. صحيح. واحد دينام كذا. صحيح. صحيح. جميل جدا. لكل انسان نظره مستقبليه وسقف الطموح مفتوح للجميع طبعا. طبعا. لو تكلمنا بعد 5 سنوات او 10 سنوات، انت ايش اللي بتطمح فيه؟ ان شاء الله الطموح الاولاني تعدد افرع الايمان على مستوى الدوله كامل. من نجاح الى ان شاء الله. وطموحنا الثاني كمان نزيد ثقتنا بالزبون. جميل. وان شاء الله الله بيفتح علينا. ان شاء الله. طبعا نتمنى لك كل النجاح والتوفيق، وان شاء الله ما بنشوفك بس على مستوى الشارقه، ان شاء الله بنشوفك على مستوى الامارات كامله. امين يا رب. خلينا نحكي عن دوله الامارات. تمام. اليوم دوله الامارات بيئه الامن والامان، وفي قاعده معروفه في العالم بتقول اذا وجد الامان وجد الاستقرار وجد الاستثمار. فاحنا من واجبنا ان نوجه رساله شكر واحترام واعتراف لحكامنا في دوله الامارات على ما وفروه من امن وامان وبيئه استثمار خصبه. بطاقه الشكر للشيوخ. شكرا جزيلا لشيوخ الامارات. نعم. والله يرحم الشهداء الامارات. نعم. وشعب ارض طيبه. صحيح. توفر شعب طيب. صحيح. بالامارات. صحيح. سبحان الله. يعني أرض حكومة طيبة سهلة مع الناس، شعب تماسك. صحيح. شعب جبار. صحيح. وهذا اللي كمستثمرين إحنا بشجعنا نيجي على الإمارات ونشتغل في الإمارات. فعلا. هذا شيء تشجيع. فعلا. يعني مثلا واحد، أي واحد بزنس معاه فلوس مثلا بيقدر يطلع أي دولة بالعالم يشتغل فيها. صح. بس ما في أمان بالإمارات. هنا الحمد لله يعني كل شيء متوفر، تروح مثلا على الرخصة بمشوك مثلا، يعني كل شيء متسهل. تسهيلات. بس تسهيلات جدا 100%. نعم. بس اشتغل. صحيح. بس اجيب شيء جديد على البلد. يا سلام. الحمد لله احنا طبقنا قاعدة هاي، جبنا شيء جديد، موديلات حلوة. يا سلام. براندات حلوة. حلو. كفالة على القطعة. يا سلام. الحمد لله. احنا من شاشتنا بنوجه رسالة شكر لحكامنا وشيوخنا في دولة الامارات على ما وفروه من امن وامان وبيئة استثمار خصبة ايضا. طبعا اخيرا وليس اخرا، لكل انسان بطاقة شكر بحب يقدمها لانسان كان داعم في مسيرة حياته. فاليوم انت بطاقة الشكر لمين بتحب تقدمها؟ اول شغلة بقدمها بشكل عام الامارات. نعم. وشيوخ الامارات. نعم. وثاني شكر قدموا لصاحب الشركة اللي أعطانا التفاؤل واللي جابنا على الإمارات. طبعا احنا متوفرين كل الخليج. نعم. بس صاحب الشركة أو مدير الشركة. نعم. هو يعني طمحنا نيجي على الإمارات ونفتح شغل الإمارات لأنه أسرع من أي دولة. صحيح. من الجوار، من الدول المجاورة. صحيح. بالضبط. يعني طبعا احنا بنوجه لمدير الشركة كل الشكر طبعا، وإحنا من شاشتنا
بنقول لك انه احنا سعيدين جدا بانك انت كنت احد ضيوف برنامجنا واحد الكفاءات السورية الموجودة في الامارات. الحمد لله. ان شاء الله نشوفك مش بس على مستوى الشارقة، بنشوفك على مستوى الامارات كاملة، ومن نجاح الله. الى نجاح ان شاء الله. آمين. ان شاء الله بنشوفك في اعلى المراتب. في النهاية بدنا مكان المحل، وين موجود؟ اخوي احنا في امارة الشارقة. نعم. سوق القديم. جميل. له كذا مسمى، سوق البحر، سوق القديم. نعم. او سوق الرولة. نعم. تواجدين بسوق القديم. نعم. شارع البنوك. نعم. خلف شارع البنوك. جميل جدا، شكرا لإلك. حياكم الله. لدعمك. حياكم الله. شكرا. شكرا. الى هنا اعزائي المشاهدين ننهي حلقتنا لهذا الاسبوع، تابعونا كل جمعة وسبت على قناتنا سما الخليج وعلى التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي امان الله.